السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم طريقة بسيطة وسهلة إزاي تخلي الجبنة القريش ولادك يحبوها وفي نفس الوقت يستفيدوا بقيمتها الغذائية ومن غير ما يحسوا خالص إن هي جبنة قريش. الطريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة مكونات كتير. يعني هي الجبنة عندنا بننزلها في خلاط، خلاط عادي اللي بنضرب فيه القوطة أو حاجة زي كده، وبحط عليها شوية لبن بحيث بس الخلاط يمشي وبحيث هي تكون يعني كريمية اكتر، يعني مش بنحط مية كتير او لبن كتير. وعلى فكرة لو ما عندكيش لبن ممكن تحطي مية. في بقى احيان بدائل، انا ساعات بحط قشطة لبن، وش اللبن برضو مش بيحبوه، مش عارفة ليه يعني، فمش بيحبوه. ممكن تحطيها تزودي قيمة غذائية وفي نفس الوقت القوام هيبقى كريمي قوي وهتكوني برضو اديت لهم فايدة القشطة. وممكن تحطي لبن رايب، طبعا اللبن ده انا اللي عاملاه في البيت، بس في مره كده في حلقه تانية ان شاء الله هوريكم وانا سايباه بالميه بتاعته دي عشان بحتاجها برضو، يعني هتساعدني ان الخلاط يمشي اسرع. وبنجيبه بنجيب خلاط عادي بنضربه بقى في الخلاط، نحطه عادي زي ما نكون هنضرب قوطه او حاجه زي كده. وثواني وراجع لكم. رجعت لكم تاني بقى بعد ما ضربتها. ده بيكون شكلها، بيكون قوامها كريمي زي على قد ما بتضربيها على قد ما هي بتكون ناعمه معاكي وظريفه يعني، ولما بتقعد بتتقل لحبه اكتر يعني. فانتي بالطريقه دي بقى ممكن تجيبي برطمان عادي وتشيليها في التلاجة بس بتغطيه طبعا كويس. بس هي مش بتقعد كتير، يعني هي مش بتقعد ايام كتير، وهي بالوضع ده لما بيكون عليها قشطه او لبن ممكن تقعد معاكي 4 ايام. فانتي يستحسن تعملي كميات قليله وتاكلوها اول باول انتي والولاد. يعني لو عندك جبنه قريش كتير تحطيها في التلاجة هي لوحدها، ولما تيجي تحتاجي الجبنة السبريد ممكن تعمليها كل 3 أيام طالما هي موجودة ومتوفرة عندك يعني. والجرنش بقى بتاعك ممكن تحطي عليها حبة البركة، زعتر، وفي مرات جاية إن شاء الله هوريها لك بطعوم مختلفة. ولو كمان لو احتاجتي ملح أو اللي حسيتي إن الجبنة دلع، ساعات الجبنة القريش ما بتبقاش مملحة قوي أو كده، فلو حسيتي إن هي دلع ممكن تضيفي انت ملح وانت بتضربيها في الخلاط. بس حاولي ان انت تضربي بطريقه نبضات وما تزوديش الحاجات السايله قوي اللي انت هتحطيها فيها، سواء لبن او قشطه او كده، ما تحاوليش تزودي قوي لانها هتشيل معاكي جدا. فانت اعملي حبه بحبه، وكل ما تحتاج معاكي ميه زودي او لبن يعني، لان في ناس ممكن ما بتحبش تحط عليها او ما عندهاش لبن، فممكن تحط عليها ميه عادي مش هيحصل حاجه، بس تزودي ملح لو هي حاسه انت ان هي محتاجه ملح شويه. وبتدخليها بقى في حاجات تانية كتير، انا ساعات بحطها على وش البيتزا كأنها جبنة موتشاريلا يعني، بحطها على وش البيتزا برضو بتبقى جميلة لطيفة. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.